هذان الصديقان المقربان اللذان يلعبان الفيديو ويخرجان لقضاء وقت ممتع معا، سيضعان صداقتهما جانبا وسيتواجهان في نصف نهائي كأس العالم ليمثلا دولتين وقارتين مختلفتين. منذ انضمام حكيمي إلى صفوف باريس سان جيرمان الموسم قبل الماضي بات اللاعبان صديقين مقربين، لكن ذلك سيتوقف لمدة 90 دقيقة على الأقل عندما يتواجهان على أرض ملعب البيت. وللمصادفة ستكون مهمة حكيمي رقابة مبابي لأنه يلعب في مركز المدافع الأيمن، فيما يشغل مبابي مركز الجناح الأيسر، وبالتالي فإن المنافسة ستكون على أشدها بينهما من أجل بلوغ هدف واحد هو المباراة النهائية للعرس العالمي الأول في الشرق الأوسط. ووجه حكيمي رسالة خاصة إلى مبابي عقب تأهل منتخبي بلديهما إلى دور الأربعة عبر نشره تغريدة على حسابه على تويتر، قال فيها: أراك قريبا يا صديقي. رد عليها الأخير بثلاثة قلوب. لم يكن حكيمي مرتاحا في باريس سان جيرمان عندما حط الرحال قادما من انتر ميلانو الإيطالي، لكنه وجد ضالته في مبابي أحد أبناء جيله من مواليد 1998. منذ خطواته الأولى في العاصمة جعل مبابي الأمور أسهل على حكيمي بفضل إتقانه للفرنسية ومشاركة نفس الاهتمامات حسب ما ذكرته صحيفة لو باريزيان. وتطورت الأمور بسرعة كبيرة بين اللاعبين، كما قال المدافع: نحن صديقان جيدان جدا، نشأت الصداقة بيننا بشكل طبيعي، ما يعجبني يحبه هو أيضا، لدينا نفس المشاعر. نشر مبابي تغريدة كتب فيها: أشرف حكيمي إلى جانب بعض الرموز التعبيرية، منها صورة بطريق وقلب وتاج. وخطف حكيمي الأنظار برقصة البطريق بعدما سجل ركلة الحسم، وفي نفس الرقصة التي قام بها رفقة زميله الإسباني سيرخيو راموس في إحدى مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم. يشترك الاثنان في احتفال آخر متطابق، القرفصاء، الإبهام على الأنف، اليد على الظهر في وضع إبريق الشاي الذي احتفل به كيكي عندما هز شباك بولندا 1-3 في ثمن النهائي. تجمع حكيمي مع زميله مبابي علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات، حيث عهد دائما على مشاركة صورهما معا خارج الملعب، كما يسافران معا كثيرا مثلما تواجدا في العاصمة مدريد أواخر الموسم الماضي حين كان النجم الفرنسي مرشحا للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني قبل أن يقرر البقاء في باريس. عاد حكيمي وكشف عقب تمديد مبابي للعقد مع نادي العاصمة الفرنسية أنه كان على علم بأنه باق، وقال في حديث لقناة موفيستار الإسبانية: لقد علم زملائي خبر تمديده للعقد يوم إعلانه بالملعب، ولكن بما أنه تجمعني صداقة بكينيا فقد عرفت ذلك قبل أيام قليلة. وقتها سخر حكيمي من الإسباني جيرارد بيكي بشأن الصورة الشهيرة مع التعليق باق التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن استمرار البرازيلي نيمار مع برشلونة، بينما وقع الأخير مع باريس سان جيرمان بعد بضعة أيام. صدق حدس مبابي عندما أعلن في المعسكر الإعدادي لباريس سان جيرمان في الدوحة قبل انطلاق الموسم أن المغرب وفرنسا سيلتقيان في المونديال، وقال بابتسامة عريضة وباللغة الإنجليزية في فيديو نشره نادي العاصمة على قناته الرسمية: سأضطر إلى تدمير صديقي. رد عليه حكيمي ب: سأضربه. ضحك مبابي ورد: هذا يحطم قلبي قليلا، لكن كما تعلم كرة القدم هي كرة القدم، يجب أن أقتله. ستكون مباراة الأربعاء حاسمة بين هذا الثنائي المتفاهم جدا، لأن الفائز بها سيخطو خطوة على حساب الآخر لتحقيق حلم لامسه وساهم فيه مبابي في النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018. ويطمح حكيمي إلى معانقته للمرة الأولى في تاريخ بلاده لتأكيد مشواره الرائع في البطولة الحالية. سيضع مبابي وحكيمي الصداقة بينهما جانبا خلال المباراة، ولكن بعدها سيكون هناك كلام آخر.